السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أسوي لكم عصير جدا مفيد إلى الأشخاص اللي عندهم ارتفاع في نسبة الكوليسترول في الدم. زي ما تعرفوا لما تزيد نسبة الكوليسترول السيء في الدم وتعلق وتترسب الدهون في جدران الشرايين والأوردة تقل كمية الدم المحمل بالأكسجين اللي رايحة للقلب فتصير السكتة القلبية، أو تقل كمية الدم اللي رايحة إلى الدماغ فتصير الجلطة. الزبدة، ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أحد الأسباب الرئيسية للسكتة القلبية وللجلطة، لكن لحسن الحظ أن الحل لهذه المشكلة جدا بسيط. نحتاج نسوي حاجتين. الحاجة الأولى أن إحنا نداوم على العصيرات اللي تقلل نسبة الكوليسترول في الدم زي هذا العصير اللي راح أسويه اليوم، والحاجة الثانية أن إحنا نحتاج نعدل ونغير طريقة أكلنا ونظام التغذية اللي قاعدين نمشي عليه. فيعني لما يكون عندك كوليسترول عالي لازم تقطع الوجبات اللي فيها دهون بكمية عالية، ولازم نقطع المشروبات الغازية، ولازم نمشي على نظام غذائي متوازن. فخلينا نشوف مكونات العصير. عصيرنا اليوم فيه تفاحتين وبرتقالتين و14 جزر. الدراسات تقول ان الاشخاص او الناس اللي ياكلوا تفاحتين في اليوم تقل نسبة الكوليسترول عندهم بنسبة 16%، وان جزرة واحدة في اليوم تقلل من الاصابة بالجلطة بنسبة 68%. عصيرنا جدا بسيط، مكون من 3 انواع من الفواكه والخضروات، لكن فيه فوائد عظيمة جدا ما تتصوروها. بالنسبة للبرتقالة راح أشيل الجزء أو القشر البرتقالي الخارجي وراح أخلي الجزء الأبيض، هذا راح يدخل معانا في العصير. هذه نتيجة العصير، عصير غني بالفوائد الصحية، وهذا العصير في أكثر من 20 فائدة. تقريبا سوى إلينا لتر عصير. وهذه أقوى 10 فوائد بالترتيب ومقياس قوة الفائدة من 10: تخفيف مستوى الكوليسترول في الدم، المساعدة على الهضم، تقوية جهاز المناعة، تحسين البشرة، تقوية النظر، الوقاية من سرطان الرئة، الوقاية من الضمور البقعي، خفض احتباس الماء، الوقاية من الجلطة، الوقاية من أمراض القلب. هذا العصير هو العلاج الحقيقي لخفض مستوى الكوليسترول في الدم، مش الأدوية والكبسولات والحبوب اللي يوصفها لكم الدكتور. انت تشرب هذا العصير عشان الكوليسترول، وفي نفس الوقت تحصل على اكثر من 20 فائدة مجانا. تشرب هذا العصير عشان الكوليسترول، وفي نفس الوقت تقوي النظر، وفي نفس الوقت وقاية من سرطان الرئة، ووقاية من امراض القلب، ووقاية من الجلطة، وتحسين البشرة، والمساعدة على الهضم. لكن الأدوية والكبسولات اللي تاخذها عشان الكوليسترول، وفي نفس الوقت إليها أعراض سلبية على صحتك وعلى أجهزة جسمك. داوموا على هذا العصير مرتين في اليوم، واحد منهم لازم يكون على الريق، وعدلوا من تغذيتكم وطريقة أكلكم، وإن شاء الله مستوى الكوليسترول في الدم راح يرجع إلى مستواه الطبيعي. والله يعطيكم الصحة والعافية، ونشوفكم على خير.